تساعد أطفال السوريين. بس طالما مفقودين جدا على فريق الشباب اللي عم يقدم خدمات مفقودين جدا للأطفال السوريين، وقدروا إنه الحياة يوصلوا لمناطق بعيدة جدا موجود فيها أطفال كانوا مسلمين تماما. الدعم النفسي، الضحكة اللي عم نشوفها على وش الأولاد اللي صار لها مفقودة سنتين وثلاثة وأربع سنوات ما بلشت الأزمة، فعلا بتورجيك إنه الشباب، بتورجيك إنه لسه في أمل، بتورجيك إنه تبعث روح الأمل فيك. إن شاء الله رب العالمين لما تنتهي الأزمة حنقدر نرجع نبني، ووجودي بهم هيك شباب اللي سمعوا هذا فريق مرة. أنا فعلا يعني بحمد ربي إنه تحمل الفريق اللي معي، الأطباء اللي معي كلهم بتشكل الفريق مرنام على أن أعطونا هالفرصة لنصير جزء من هالحدث اللي هن نساوي أطفال سورية اليوم.